بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم اليوم إن شاء الله بإذن الله عن الووك والرن والفلاي. الكلام إن شاء الله يا جماعة عن إزاي أعمل كنترول في الموفينج، في تحريك الأفاتار أو الكاركتر بتاعي. ممكن يكون اتكلمنا بشكل بسيط او بشكل مبدئي عن اني ممكن اضغط في مكان معين وبمجرد مني اضغط بيبتدي الافاتار بتاعي يتحرك، والاتجاهات والدبليو والاي والاس والدي اتكلمنا عنهم بشكل بسيط. اليوم هنتكلم بعد ما اتكلمنا عن الكاميرا كنترولز، هنتكلم عن البانل اللي من تحت اللي فيه كلمة الووك والرن والفلاي. لو انا ضغطت عليها هيظهر لي البانل ده يا جماعة. اول اتجاه ده ووك، هو بيقول لي كأنك بتضغط على اتجاه قدام او كأنك بتضغط على حرف الدبليو، اتجاه ورا او كأنك بتضغط على حرف الاس، يمين ده بمثابة الالتفاتة كأني بضغط على اتجاه يمين، او حرف الدي شمال ده التفاتة مع ثبات الجسم كأني بضغط على حرف الاي. اما عنده فده عبارة عن مشي بالجنب، لو انا وقفت عنده كده شوية كأني بضغط على حرف الدي، يبقى ده بيعمل التفاتة من غير ما يمشي، لكن حرف الدي كده بيحاول يمشي بالجنب. الناحية التانية بتمثل لي حرف الاي كأنه بيحاول يمشي على الناصية التانية. طبعا هو احنا عارفين ان حرف الاي ده بيبتدي يعمل جمب كأني لو ضغطت عليه، وده حرف السي بيبتدي ينزل افاتار او يخلي الافاتار يعني ينزل اسفل قليل. ده بالنسبة للكنترول في الووك بشكل عام. الجانب الثاني كان خاص بالرن، الرننج مود. يعني انا ممكن طبعا لو انا بمشي فانا بمشي بالوضع الستاندرد، في الحاله العاديه بمشي مشي طبيعي مشي عادي، لكن لو انا اكتفت الرن مود فلما بحب امشي هلاقي ان الافاتار بيمشي بيعمل رننج، بيمشي بشكل سريع. ده الفرق طبعا ما بين الووك والرن. طبعا في الووك لو انا مشيت هلاقي ان الافاتار بيمشي مشي عادي، اما في الرن فهو بيحاول يبتدي يعمل رننج لو انا اكتفت الوضع الرن. في الوضع الثالث كان خاص بالوضع فلاي، وفي الوضع فلاي هي اكتف لي طبعا البيج اب والبيج داون. انا كل ما ابتدي اضغط على العنصر ده هيبتدي الافاتار بتاعي اب لفوق علشان كانه بيطير، وكل الكنترولز بتوعي زي ما هم اكزاكتلي يا جماعه. يعني بمشي بالالتفاتات علشان احاول اكشف المشهد، لو حاولت استخدم الاتجاهات هلاقي نفسي بالفعل اوريدي ممكن انتقل لاماكن مختلفه واطير في اماكن مختلفه وابتدي نكشف المشهد. لو طبعا انا حبيت انزل لتحت ده هيحاول ينزل الافاتار حبة لتحت لغاية لما الافاتار يلمس اقرب ارض لي، او ان هو ممكن يمشي وينزل يستند على الارض العادية لو كان طبعا مفيش حائل ما بينه وما بين الارض لغاية لما يصطدم بالارض. فانا كده رجعت للوضع التاني. طبعا انا سبت الوضع الفلاي، اتحررت من الوضع الفلاي، رجعت لوضع الرننج مود لانه هو اللي كان الوضع اللي شغال قبل ما اضغط على الرننج مود. لان انا كنت في الوضع ووكينج بعدين عملت فلاي، هلاقي اني بمجرد ما اني استند على الارض الوضع بتاع الووكينج مود هو اللي بيكون شغال معايا بعد ما انتهي من الفلاي. مراجعة سريعة، الافاتار بتاعي حركته بتتمثل في ثلاث نقاط رئيسية، اما ان هو يمشي بشكل بطيء نسبيا، او ان هو يجري، او ان هو يطير. في الثلاث حالات معايا نفس الزراير، هما بيقوموا بنفس الابعاد سواء كانت الاتجاهات او الاي او السي، او هما بيج اب وبيج داون طبعا مع اختلاف الحالة في الوضع ووك او في الوضع ران او في الوضع فلاي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.